طيب الحديث 43، بدأنا الآن بالأحاديث التي زادها الإمام ابن رجب رحمه الله تعالى، وهي 8 أحاديث. الأول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألحق الفرائض بأهلها، فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. متفق عليه. الميراث نوعان، إما فرض وإما تعصيب، إما فرض وإما تعصيب. والفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى 6 كما قال أهل العلم: النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس. هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تبارك وتعالى. وجل ميراث النساء فروض، وجل ميراث الرجال تعصيب، لكن قد تكون المرأة ترث بالتعصيب وقد يرث الرجل بالفرض، لكن أكثر شيء النساء يرثن بالفرض وأكثر شيء الرجال يرثون بالتعصيب. وأسباب الميراث 3 كما قال أهل العلم، وهي إما بسبب النسب، النسب يعني مو نسب الزواج اللي عندنا، لا، النسب يعني تلتقي معه بالنسب، يعني يحمل نفس اسمك، هذا النسب، أخوك، ابن عمك، عمك، أبوك، ابنك، اللي يشيل نفس اسمك، جدك، الجد من الأب وليس الجد من الأم، هؤلاء اللي يشيلون نفس الاسم، هؤلاء بينك وبينهم نسب، يجمعكم نسب واحد، يعني العائلة. ثم المصاهرة وهي الزواج. ثم السبب الثالث وهو الولاء، وهذا خاص بالعبيد، إذا كان عندك عبد واعتقته لوجه الله سبحانه وتعالى ثم مات أنت ترثه، لأن لك فضل عليه، لأنك اعتقته لوجه الله تبارك وتعالى. قوله: ألحق الفرائض بأهلها، أي أعطوا الفروض المقدرة لمن سماهم الله تبارك وتعالى. ومسائل الميراث كثيرة جدا حقيقة، يعني وليس هذا مجال طرحها جميعا، ولكن من أشهر هذا المثال هي ميراث الأبناء والبنات والآباء والأمهات والأعمام والجدات، هؤلاء الورثة. هؤلاء الورثة أهم شيء تفهم فيها قواعد عامة، منها أولا أنه دائما الذكر ضعف الأنثى، الذكر دائما ضعف الأنثى إلا في حالة واحدة، وهي الإخوة لأم، الأخ لأم والأخت لأم يرثون نفس بعض، أما باقي الميراث دائما الذكر ضعف الأنثى دائما. يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، لكن لما جاء المرأة قال: ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد. فالزوج مع الولد يأخذ الربع، مع بدون الولد يأخذ النص، الزوجة لا، مع الولد تأخذ الثمن، بدون الولد تأخذ الربع، يعني أقل نص الزوج تماما. إذا اجتمع أب وأم، الأم تأخذ الثلث والأب يأخذ الثلثين دائما، أخ وأخت، الأخت تأخذ الثلث والأخ يأخذ الثلثين، فدائما الذكر يأخذ ضعف الأنثى في الميراث، إلا الأخ وأم والأخت لأم يأخذون مثل بعض. كذلك من القواعد العامة في الميراث أن 5 من الورثة إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، 5 من الورثة إذا اجتمعوا لا يرث معهم أحد، وهم الأب والأم والابن والبنت وأحد الزوجين، إذا 5 موجودين بس هم الورثة، ما يرث لا عم لا ابن عم لا أخ لا أخت، جد جد ما يرثون، إذا أم وأبو موجودين، ولده وبنته موجودين، ابن وبنت يعني موجودين، وزوج أو زوجة حسب اللي ميت منهم، خلاص 5 ذولي ما يسقطون، كل ورثة يمكن يسقطون. العم مع وجود الابن لا يرث، مع وجود الأب لا يرث، مع وجود الأخ لا يرث، زين؟ الأخ مع وجود الابن لا يرث، مع وجود الأب لا يرث، مع وجود ابن الابن لا يرث، الجد مع وجود الأب لا يرث، في ورثة يطيحون، لكن هؤلاء 5 ما يطيحون أبد. الابن ما يطيح لو شنو، البنت ما تطيح لو شنو، ترث ترث، الأب يرث يرث، الأم ترث ترث، الزوج أو الزوجة لازم يرث، هؤلاء 5 لابد أن يرثوا، يعني ما يقع عليهم حجب منع من الميراث، كل الورثة يقع عليهم منع من الميراث إلا هؤلاء 5 لا يقع عليهم. وأقوى وارث الابن، أقوى وارث الابن هو أقوى الورثة،
ثم تأتي بعده البنت، هو أقوى الورثة. على كل حال هذا بالنسبة لعمومي مسائل الميراث. وقعت مسألة في زمن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه، أنه جاءه أحد فسأله قال توفي رجل عن بنت وبنت ابن وأخت، بنت وابن وبنت ابن وأخت. فقال ابن أبو موسى الأشعري البنت لها النصف والأخت لها النصف وبنت الابن ليس لها شيء، واذهبوا إلى ابن مسعود وسيوافقني. فذهبوا إلى ابن مسعود وقالوا له أبو موسى الأشعري سألنا كذا كذا وقال إنك ستوافقه. قال قد ضللت إذن وما أنا من المهتدين، يعني إن وافقته في هذا. قال للبنت النصف وبنت الابن تكملة الثلثين، الثلث تكملة الثلثين والأخت لها الباقي. فالصحابة رضي الله عنهم كانوا مهتمين جدا بمواضيع ومواضيع الإرث، الخلاف فيها قليل جدا، لأن أكثر مسائل الميراث حسمت بالقرآن الكريم، وقليل منها جدا الذي جاء في السنة، فأكثرها جاءت في كتاب الله تبارك وتعالى. وقوله فما فضل فلأولى رجل ذكر، يعني اللي هو التعصيب، التعصيب لأقرب ذكر، أقرب ذكر. إذا كان الابن هو أقوى معصب الابن، قلنا الابن لا يرث بالفرض، لا يرث إلا بالتعصيب الابن. الأب قد يرث في الفرض قد يرث بالتعصيب. على كل حال مسائل الميراث كثيرة، لكن الشاهد من هذا أن هذه المسائل يعني نأخذ منها أطراف اللي ذكرناه. الأب والأم مع وجود الأولاد، إذا كان في أولاد ذكور الأب له السدس والأم لها السدس، إذا كان في أولاد إناث ما في ذكور الأب يأخذ السدس والأم تأخذ السدس ثم الأب يأخذ الباقي، يصير هو العصبة، هو أقوى عصبة، بعد الابن يأتي الأب. وإذا قالوا بنوة أبوة أخوة عمومة، يعني أقوى العصبة الأبناء ثم الآباء ثم الإخوة ثم الأعمام. طيب هذه أقوى العصبات، أقوى العصبات. الزوج لا يكون عصبة، الزوج لا يكون عصبة. الخال والخالة والعمة هذا ليسوا من أهل الميراث. بنت الابن، بنت البنت ليست من أهل الميراث، لا ترث بنت البنت، الذي يرث بنت الابن، وليس لأن بنت الابن تحمل نفس الاسم، بنت البنت لا تحمل نفس، تحمل اسم أبوها. وإذا قالوا أولادنا بنو بنينا وبنو بناتنا أبناء أولاد الرجال أباعدي، يعني ليسوا ما يشيلون اسمنا. فالذي يرث هو الذي يكون بالنسب يحمل اسم نفس الميت، هذا إلا إذا كان أحد الزوجين. المسألة فقط ننبهكم عليها، يقول وإن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأبي واستغرقوا المال لفضل النصبي. جاءت عند عمر رضي الله عنه مسألة زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء، زوج وأم وإخوة لأم وإخوة أشقاء للميت، يعني كلها علاقتهم بالميت. فقال يعني الميت مرة عندها زوج وعندها أم وعندها إخوة لأم وعندها إخوة أشقاء، فقال لعمر وزعها بينه. فقال عمر الزوج له النصف لأنه ما عندها أولاد، ما في أولاد، الزوج يأخذ النصف، ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لكم إن لم يكن لهن ولد، فأخذ النصف الزوج. قال الأم لها السدس لجماعة الإخوة، فإن لم يكن له ولد ورثه أبواه فلأمه الثلث، فإن كان له إخوة فلأمه السدس، عند إخوة الأم لها السدس، عطى الأم السدس. بعد قال إخوة لأم، طيب لهم الثلث، يجتمعون في الثلث، فلكل واحد منهم السدس، فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث. الإخوة لأم لهم السدس الثلث، قال طيب، والإخوة الأشقاء قال لهم الباقي، يأخذون لأنهم عصبة، والعصبة هم الذين يأخذون ما زاد، اللي بعد ما يأخذون أهل الفروض حقوقهم يأتون العصبة يأخذون الباقي، يأخذون الباقي اللي يبقى هذا للعصبة. فقال حق عمر ما بقى شيء، خلصت التركة، لأن الزوج عطينا النصف والأم عطيناها السدس
والإخوة اليوم عطيناهم الثلث، السدس مع الثلث شنو؟ نص. السدس مع الثلث نص، والزوج خذ نص، خلصت التركة. فالإخوة الأشقاء ما بقى لهم شيء، فقالوا لم يبقى لهم شيء، قال ليس لهم شيء، خلاص هم لهم الباقي، ما بقي شيء. إيه بس لحظة، هذول إخوان، إخوانها من أمها يارثون، حنا إخوانها من أمها وأبوها ما نرث، ما يصير. قال أنتم عصبة، هذول أصحاب فرض، العصبة يأخذون بعد الفروض، ما بقى لكم. لو أنتم بس وياهم ورثة كان خذوهم الثلث وأنتم خذتوا الباقي، لكن خرب عليكم وجود الزوج وجود الأم، أنتوا عصبة تأخذون الباقي، ما بقي شيء. فقالوا يا أمير المؤمنين، هب أمنا تزوجت حمارا، يعني اعتبرنا أخوة لأم، عاملنا مثلهم، ما نبي أبونا، خرب علينا أبونا هذا. قال اعتبرنا أخوة لأم مثلهم، وشركنا معهم بالثلث، اعتبرنا أخوة لأم. فالتفت عمر إلى زيد بن ثابت وكان من المتخصصين بالفرائض، فقال صدقوا يا أمير المؤمنين، يعني عاملهم إخوة لأم، فأعطاهم شركهم معهم وصاروا إخوة لأم. ولذلك يسمونها المسألة اليمية أو الحمارية يسمونها، يقول إن تجد زوجا وأما ورثا وإخوة لأم حازوا الثلثة وإخوة أيضا لأم وأب واستغرقوا المال لفرض النصب، يخلص المال، فاجعلهم كلهم لأمي واجعل أباهم حجرا في اليمي. خلاص اعتبرهم لأم، إخوة لأم، وأعطهم بالفرض لا بالتعصيب، مع أن هؤلاء في الأرض في الأصل يرثون بالتعصيب، لكن هنا لهذا الظرف ورثهم بالفرض، وإلا هم لا يرثون إلا بالتعصيب. نعم.